اشتهر جدة بسواحلها الدافئة صيفا وشتاء، وسميت عروس البحر الأحمر لأنها تحتضن واحدا من أجمل السواحل وأغناها بالشعب المرجانية المتنوعة، ولذلك تأتي السياحة البحرية في مقدمة النشاطات الترفيهية والرياضية لرواد العروس. الممارسة أنه شغال على المد أو يعمل على مدار 24 ساعة، زي ما أنت شايف حركة الأبواب، حركة الدبابات، وحركة المتنزهين اللي جايين من خارج جدة، من الرياض، من جميع أنحاء المملكة. هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للقوارب داخل الخور، هي طبعا 9 متر و7 متر هتكون داخل الخور، أما بالنسبة للخوت الكبيرة فهي تكون خارج البحر المفتوح. يرى الكثير من الزوار والمقيمين أن النشاطات البحرية هي هواية تستحق التجربة والعناء، ما بين يخت وقارب ترى الأمواج ترسم الابتسامة على وجوه الحاضرين. بين السمتة إحنا بالبحر صراحة روعة وحلو، والله الأجواء ما في أروع من كذا وأحسن من كذا، سياحة صراحة حلوة ممتعة على البحر. في نشاطات كثيرة، في نشاطات بحرية، في يعني مناشط كثيرة وآمنة في نفس الوقت، وجهة لكل الزوار. مرسى في إقبال جدا من السياح، وعادة الواحد بيطلع من جو العمل يحاول يجدد نشاطه سنة نرجع للعمل بصورة أنشط وبطريقة يعني تحفز على الاجتهاد أكثر. بالنسبة للإقبال في البحر كبير جدا، أغلب العوائل المتنزهة في جدة أو السياح اللي يجوا في الإجازات وفي الأعياد وفي الصيف أغلب أوقاتهم في النهار في البحر. والله الآن عندنا رحلات نص ساعة وساعة في الخور، وعندنا رحلات تبدأ من 6 ساعات خارج الخور اللي هو رحلات الصيد، والآن نص ساعة طبعا في أداة سلام اللي هي اللايف جاكيت يلبسها المتنزه أيضا السواق. وفي هذه الأجواء الربيعية يكون الإقبال على ركوب القوارب واليخوت وممارسة النشاطات البحرية من صيد وسباحة وغوص هي من أهم النشاطات التي يقصدها الناس في عروس البحر الأحمر. تمتلك مدينة جدة أجمل مقومات السياحة وهي النشاطات البحرية التي تلقى إقبالا من كثير من السواح على هذه المدينة الجميلة. عبدالله الخرجي، الإخبارية، جدة.